علاش نلقاو رواحنا واحنا نربيو في ابنائنا نلقاو رواحنا نعاودوا في الاخطاء اللي عشناها مع اوليائنا؟ علاش الحاجات اللي وجعونا واحنا صغار وقلنا مستحيل كي نكبروا نعملوهم، علاش احنا توا نعاودوا فيهم؟ هما بيدهم اللي وجعونا في الصغرى، احنا توا نعاودوا فيهم. علاش وكيفاش ما نلقاوش رواحنا في الوضعيه هذه، ولا اذا لقينا رواحنا في الوضعيه هذه نخرجوا منها؟ خلينا نجاوبكم في الاول، نقول لك علاش انت تعاود في نفس الاخطاء رغم انك حلفت وقداش من مره قلت مستحيل كي نعملهم، وعدت نفسك وقلت كي نكبر مستحيل الاخطاء هذه نعملهم مع ابنائي، علاش تعمل فيهم هما بيدهم؟ خاطر الاخطاء اللي عشتهم كابن تسجلوا في اللاوعي. كل واحد فينا يحب ولا يكره قدوته الاساسيه شكون؟ والديه. علاش؟ للاهميه القصوى اللي يوليهم ليهم، والقدوه هذه تتجسد مش في الكلام كهو، تتجسد في الفعل. الحاجات اللي يعملوهم معانا يمشيوا مباشره ويتسجلوا في اللاوعي ويقعدوا غادي مخزنين، حتى ولو على مستوى الوعي قلنا ليه هذوكم ما نعملوهمش، اما هم قاعدوا موجودين. وقتاش يطلعوا؟ ركز في الكلمه هذه. وقتاش يطلعوا؟ يطلعوا وقت اللي انت كما يقول المثل تقف الزنقه بالهيرب. وقت اللي انت جربت الوسائل التعليميه الجديده اللي تعلمتها الكل، والادوات اللي تعلمتها الكل جربتها مع ابنائك، ما عطات حتى شيء، تولي انت مخك سامحني الكلمه يتسكر. وقت اللي مخك يتسكر، شنو المخ اللي يتسكر؟ هو هذه الناسيه، لا بارتي فرونتال دو كورتيكس، ذا فرونتال كورتيكس. وقت اللي هذا يتسكر اللي هو الوعي، يولي يجبد من المخزون، يولي عقلك اللاواعي يعطيك في الحلول. مين مش يعطيك الحلول؟ يقول لك تيان والله انت وقت اللي صغيره وابوك عمل هكا وامك عملت هكا، وتلقى انت بطريقه لا اراديه لا شعوريه تكرر في نفس الاشياء اللي انت قصيت منهم في الصغر، وتقول لي ما نجمتش. صحيح ما نجمتش، لانه هذا مفروض عليك، هذا بالسيف عليك، تلقى روحك اللاوعي مسيطر عليك، واذا سيطر عليك مشيت بالطريقه المسجله عنده واللي مرتبطه ربما انت في مفهومك الان بنتائج سلبيه. اذا كيفاش تخرج من الحلقه هذه؟ كيفاش تخرج من الحلقه هذه اللي قاعده تاثر عليك سلبا، متعبتك، موجعتك من داخل، وموجعتك وموجعه ولدك الاثنين، موجعته هو لانه تعايش فيه في نفس الوضعيه اللي عشتها انت، وموجعتك انت لانه يحرق فيك من داخل الندم. ندم شعور بالفشل، سامحوني في الكلمة، تشعر انه انت فشلت، انه تعطي اسلوب تربية جديد مختلف على الاسلوب التربية اللي تربيت به انت. كيفاش تخرج من الحلقة المفرغة هذه؟ الحلول كثيرة ولكن مش ركز على البعض منها في حلقتنا اليوم لانه ما نجموش نغطيها الكل. الحل الاول كي تلقى روحك في وضعية هذه، رد بالك، تعطي ردة فعل، اخرج من الوضعية هذه. ما تخليش روحك في وضعية تشعر بها بالضغط النفسي، ويلزمك تبدا تكل في روحك وتعمل ردة فعل. إذا لقيت روحك في وضعية تكل في روحك من داخل وباش تبدا تعمل ردة فعل تندم عليها من بعد، اخرج من الوضعية هذه. ما نعرفش كيفاش، اخرج من الوضعية هذه، بدل ساعة بساعة، ارتاح، اعمل دورة، امشي شوف حاجة أخرى اعملها. المفيد أنه يرجع لك شاهد العقل، خاطر كي يرجع لك شاهد العقل تولي تتسائل، تقول شنو الطريقة اللي ما جربتهاش قبل واللي نجم نجربها في الوضعية هذه. هذا الحل الأول، إنك تخرج من الوضعية. الحل الثاني وهذا حل مهم على المدى البعيد، معنى طويل، مش في اللحظة هي ذيك بيدها، ولكن لابد أن تتعلم. التعلم، تعلم راهي التربية مش بالسهل، راه ما يجيش واحد هكا يبدأ يربي ويقول من ديله هكا باش يصبح يولي يعرف يربي. ليه؟ تعلم. وإذا الأدوات اللي لقيتها ما تكفيش، معنى هناك أدوات أخرى. إذا المفاهيم التربوية اللي أنت تعرفها ما مكنتكش أنك توصل للهدف المنشود، فهناك أدوات ووسائل تربوية أخرى. علاش نقول لك تعلم؟ خاطر كل ما تتعلم يكون عندك هامش من المرونة، يكون عندك جملة من المعطيات، تكون عندك نجم تطبق الطريقة هذه، الطريقة هذه، الطريقة هذه، مشيتش هذه تمشي هذه، بالتالي ما توصلش المرحلة انك تتسكر وتقول ليه ما نجمش. جدا تعلم، وهذا استثمار مهم لابد على كل ولي انه يقوم فيه. نختم بنقطة مهمة، وهي انه في الجانب التربوي الجانب الاخلاقي مهم جدا. شو المقصود بالجانب الاخلاقي؟ فلسفتك للحياة، فلسفتك للحياة مهمة جدا. اذا ما عندكش فلسفة للحياة سامحني، هذا سوف ينعكس سلبيا على تربيتك لأبنائك، وهو أهم ربما من أهم الجوانب الحياتية. لابد أنه تكون عندك فلسفة في الحياة، عندك مقاربة لدورك كولي. شنو هو دورك وشنو رسالتك؟ هل أنه دورك ورسالتك أنه توصلوا الهدف
مهما كان هذا الهدف ما تغلطش الغلطة هذه. دورك مش النتيجة، وما تحصرش مستوى نجاحك في تربيتك مع ابنائك مع النتيجة، لأنه هذا يشكل عليك ضغط ويخليك تدخل في الحالة اللي كنا نتكلم عليها، تخرج من سينتك. ليه؟ دورك انك تلعب دورك فقط. التوفيق والنجاح هذا من عند الله. هذا اذا ثنية كتبت له تو يمشي فيها وتو ثنية المكتوب له مش يشوف. اما دورك انت شنو؟ انك تقوم بالمطلوب، وبالتالي وهذا هو اللي نحب نوصله له، يكون عندك تقبل انه الامور ما تمشيش كيما تحب انت، واذا ما مشيتش الامور كيما تحب انت راه مش منك انت، مكتوب هذاك هو، انت عملت اللي عليك. شوف يفرغك من المشاعر السلبيه. هناك تقبل، هذا الجانب الاول، ولكن هناك احسن اشياء اجمل من التقبل، اللي هي شنو؟ انه هو انك تثمن، مش تتقبل او كاو، تثمن حتى الاشياء اللي تبدو في الظاهر سلبيه. ثمن ايه؟ ثمن انه يتعثر، انه يتيح، انه ما يجيبش النوت اللي تحب، تثمنها. علاش؟ لانها في الحقيقه جزء مهم ومكون اساسي في عمليته التربويه. ثم واحد يتربى ويكون قوي ويكون ناجح ويكون ذكي ويكون يعمل فيه كله، هو ما مرش بما يسمى بالفشل؟ مستحيل. كيفاش يقوي مناعاته النفسيه؟ كيفاش يقوي شخصيته؟ لابد انه يمر بالاشياء هذه. شفت كيفاش تعطيك راحه نفسيه وتخليك تثمنها وتخليك تشعر انه لابد ان هو يمر بيهم حتى يكون شخصيته ويبدا شخص سوي، عنده القدره على الاختيار، عنده القدره انه يتيح ويقف على ساقيه من جديد. اذا بهذا نصل الى نهايه لقائنا اليوم. لكم مني كل التحيه، والتقيكم ان شاء الله في لقاءات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.